من رحم المآسي يولد الإبداع. هذا هو حال الشاب الفلسطيني محمد الزمر ابن قطاع غزة، الذي يسعى إلى تحويل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعشرات السنين إلى حالة فنية يشار لها بالبنان، إذ يحول الزمر قطع السلاح والرصاص والشظايا إلى لوحات فنية توثق التاريخ. كانت الفكرة هي عكس فكرة الاحتلال الإسرائيلي، هو تحويل الشظية من موت ودمار وحرب إلى حياة، رسالة إلى العالم أنه نحن شعب فلسطيني محاصر ونقتل ونهجر منذ 48، يعني منذ أكثر من 65 عام. حتى جملة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وجدت طريقها في أعمال الشاب الغزاوي. شجعت محمد من خلال طبعا أنه أنا يوميا على مدار الوقت تقريبا بكون أنا ومحمد مع بعض، فلقيت عند محمد أكثر من أسلوب أنه يعبر فيه من خلاله على الفن. وتظل الحياة في فلسطين مستمرة بالرغم من عذابات الشعب وتحديات الحصار، الذي بات أهله يبحثون عن الفرح حتى لو عن طريق الفن الممزوج بالرصاص. عبد الرحمن العصيمي، العربية.